السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا دكتوره صابرين اخصائيه الجلديه والتجميل. النهارده هكلمكم على لاين كده اسمه اتراكتا. اللاين ده ايطالي وموجود في الصيدليات المصريه، ممكن كمان اطلبه اونلاين، يعني الناس اللي بره ممكن تحصل عليه بسهوله. اللاين ده بصراحه احنا اتكلمنا يمكن عليه من حاجه كده اسمها الباي فيز. الباي فيز زي ما احنا قلنا ممكن نعمله معامله الليف ان كونديشنر، وفي ناس يعني ادمنته بصراحه، ريحته لطيفه جدا، والناس اللي بيبقى عندها فريزنج بتستعمله حتى بدل الكريمات زي ما احنا يمكن هتلاقوا البوست عندكم على البيج. طيب النهارده هنكلمكم بقى على شويه تكات برده في اللاين بتاعهم. بصراحه هنتكلم على ريفورس، هم عندهم يعني كذا لاين، يعني عندهم ريفورس وعندهم الديليكات وعندهم الدان اوف. هنتكلم على ريفورس. ريفورس عندهم امبولز، امبولز لطيفه، انا يمكن جبتها لكم علشان اوريكم ازاي الابلكيشن بتاعتها. زي ما انتم شايفين هم حاطين كده ابلكيتور، وعندنا الامبول زي ما انتم شايفين كده. انا هفتحه واشيل بتاع البيضه دي، تمام، وهركب الابلكيتور عادي خالص، تمام. وبعد كده هاخد الابلكيتور واحط منه على السكالب واعمل كده جنتل مساج، يعني هدلك كده بلطف. طيب هي ايه التكه؟ طب هي تقريبا كل الامبولز كده. التكه ان هو اول ما بحطه بحس شويه يعني عارفين شعور المنتول بالظبط، فانا عشان بس الناس ما تقلقش من الشعور ده، هو شعور لطيف وبيروح بعد حوالي نص ساعه، تمام. بس الاتراكتا امبول من الحاجات اللطيفه. انا يمكن هقول لكم شويه حاجات من اللي فيها. هو فعلا في منتول زي ما انا قلت لكم، وفي تمام، في مجموعه زيوت طبعا، وفي حاجات كتير بتشتغل على السيركيوليشن، يعني على الدوره الدمويه اللي بتغذي البصيله. بصراحه يعني هو كل الحاجات حاجات برودكت تقيله، يعني ما شاء الله. انا مش هوجع دماغكم بالاسامي لانها ما فيش حاجات ينفع تترجم يعني، بس زي ما انتم شايفين كده ان هو برودكت ايطالي وموجود برده في الصيدليات. زي ما احنا قلنا هناخد الكميه على قد ما اقدر، اعمل تدليك للاماكن اللي فاضيه في الشعر، هعمل منه مره او مرتين يوميا، تمام. هكمل العبوه بتاعتي زي ما هي وان شاء الله هنشوف نتيجه لطيفه. ده بالنسبه للريفورس. الريفورس طبعا احنا اتكلمنا على حاجه تانية منه، ريفورس سيرم، وزي ما احنا قلنا هو اسمه سيرم بس هو ووتري، فاقدر احطه على فروه الراس. هو تقريبا ملوش ريحه، يعني مفيهوش بيرفيوم، واقدر احطه على فروه الراس بامان مفيهوش مشاكل. وبرده من الحاجات اللي بتساعد على ايقاف التساقط واعاده نمو الشعر. عندهم كمان ريفورس شامبو نفس الوضع، ما فيهوش بيرفيوم، تمام، وبستعمله ثلاث مرات تقريبا، وبعمل جنتل مساج بسيبه دقيقتين ثلاثه وبعد كده بغسله. ده بالنسبه للريفورس. عندهم الامبول زي ما احنا قلنا والسيرم والشامبو. طيب عندهم ايه تاني؟ عندهم زي ما احنا قلنا الباي فيز ده اللي احنا قلنا هنستعمله زي الليف ان. عندهم بقى الديليكت، الديليكت شامبو للناس اللي مش بتحب بقى الشامبوهات اللي فيها صوديوم والكلام ده، و اس ال اس فري، وبيطري الشعر جدا، وهستعمله برده من مرتين لثلاث. طيب ايه بقى التكه اللي انا عايزه اقول عليها؟ ان هم عندهم حاجه اسمها دان اوف ماسك. دان اوف ماسك ده ماسك فيه حبيبات كده لونها اخضر كده ملونه. هعمل ايه؟ هجيب الناس اللي عندها قشره، في ناس كتير بيبقى عندها قشره، في اطفال بيبقى عندهم الاوبه او التينيا كابيتس او الفطريات بتاعه فروه الراس، تمام. هجيب الماسك ده وهعمل لهم كده جنتل مساج على فروه الراس، وهسيبه لمده 10 دقائق، وبعد كده هيدخل يغسل شعره بالشامبو عادي. وطبعا يفضل ان هو يبقى بالدان اوف شامبو، هم عندهم شامبو ضد القشره، فهحط الماسك واسيبه 10 دقائق واغسل بالشامبو، فده هيدينا نتيجه لطيفه فعلا متجرب من الحاجات اللطيفه. انا يمكن عملت لكم الاستريشن، احنا بقالنا كتير ما عملناش تجميعات للشركات. يا رب تكونوا استفدتوا وان شاء الله اشوفكم خير. مع السلامه.